حين ننظر إلى الفساد في الأرض نجد أن المفسد في الأرض ما دام يخرج شيئا عن حد اعتداله لمهمته بيشكل قبح في الوجود. يشكل ايه؟ قبح في الوجود. مثلا افرض انك انت سائر في الطريق شفت عمارة مرمية ولسه جديدة لانج، وبعدين جيت التفت لقيت ايه الحتة بتاع دورة المية دي كلها عملت ايه؟ نقط واترشحت وعملت بقع قبل ما يمكن تسلم. يا دي المصيبة السودة. ساعة انت ما تشوفها كده تقول اخي تتأذى. يبقى فيه شك لا قبح في الوجود لعدم امانة انسان كان من الواجب ان يحط اي حتة كتانة ولا حتة رصاصة عشان ما يبوظش حتى غير المنتفع، حتى مش المالك ولا الساكن، الذي يمر في الطريق الناظر يؤذى شعوره. لكن اذا ما رآها كده، انا لما مر مثلا على وزارة الخارجية ولا مر على بتاعة البريد ولا على امر على المجمع ابص لدورات المياه كده، وبعدين والله ابص كده هم لقيهاش عاملة السيلان ده، اقول الله. اذا فحين يفسد عامل بعدم الإخلاص في عمله في أي مظهر من مظاهر العمل يفقد الكون نغمة يحبها الله، وهي حين ترى جمالا أن تقول الله. حرم الكون من أنه يسمع النغمة دي، الكون عايز يسمع النغمة دي. كل ما تشوف حاجة كده إيه حلوة متقنة تقول إيه الله بفطرتك، حتى الطفل بيقولها وإن لم يتعلمها. محدش قال له ابدا ساعة ما يشوف حاجة حلوة تقول الله، هو قالها كده بطبيعته. ليه؟ لانك كل شيء جميل لازم ينسب الى الله. كل ما تشوف حاجة حلوة تقول ايه الله. طب غير المسلم ايضا، غير المسلم ساعة ما يشوف حاجة حلوة كده يقول ايه؟ دي مسألة فطرية يقول الله. طب وساعة ما يشوف مسألة وحشة بقى لا اقل من انه ما يقولش الله، فحرمت الوجود من نغمة يحبها الوجود وهي الله. يبقى كل واحد يفسد في الأرض بأنه ما يكونش مخلص في الأمانة الأدائية لمهمته بيعمل في الوجود قبح في الوجود، يحرم الوجود من كلمة الله. ولكن الذي يتقن عمله تروح لخياط كده تلاقي مخياط الجلابيه ساعة ما تبدأ تقول له الله، لكن ساعة ما تلبس تلاقيها اللي طويلة ولا قصيرة ولا عاملة مش عارف ايه وبتاع، ما تفتكرش تقول له الله، ما تقدرش تقول له الله. إذن فالإفساد في الأرض موزع. ليه؟ قال لك لأن لما تحصل ظاهرة زي دي يوم الإنسان اللي عمل العملية دي مثلا زي ما قلنا في العمارة اللي عمالة فيها سيلان والمية عمالة بتشر ومكمل الممكن انها تنتهي بإيه؟ شوية كتان ولا بحتة رصاص ولا بحتة، انما بقى بده عمله بس هو عمل. امسك دي بقى في كل عمل ساعة بقى الانسان ما يشوف ايه يوم يعرف الناس ما عادش لها ذمة، يقول اشمعنى انا بقى اللي حبقى لها ذمة يعني، ما الحكاية بقى تبقى هيصة وبقت اسود فساد سيئة، اسود فساد سيئة في الكون. وما دام جت اسود الفساد السيئة في الكون يبقى يصبح كل انسان لا هم له في وجوده الا ان ينفع نفسه عاجلا، ونسي ان الله سيلهم كل من غششت في اي عمل ان يغشك في عملك ايضا. وقلنا زمان حكايه ايه، من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر، يجيب له المال ينصرف في اسوأ مصارف الوجود، في آلام المرض، في مصائب تنزل عليه، في الآخر. إذن فالفساد في الأرض معناه أن تخرج الشيء عن حد اعتدال، وأول اعتدال في الكون هي العقيدة التي تملأك ثقة بأن الله يرقبك وأن الله ينظر إليك، وإنك حينما تعمل لا تعمل لصاحب العمل وإنما تعمل لنفسك، لأن الذي استطعت أن تغشه يدخل الله في قلب من لك مصلحة عنده أن يغشك، وتبقى المسألة غشاشين في غشاشين وتنتهي الحكاية. يبقى ده الفساد في الإيه؟ فساد في الأرض.
فساد في الأرض أن ترقب الشكلية في الحياة. يعني إيه ترقب الشكلية في الحياة؟ يعني مثلا موظف أو عامل بيقول لك الساعة كام تروح من الساعة 8 وتطلعوا كام الساعة 2 تمام، محافظ على الساعة إيه؟ 2 الساعة 8 مظبوط، إنما ساعتها يقبلوا على عمله حكم بالزمن لكنه لم يحكم نفسه لرب الزمن. لا قاعد كده بس اسلوب عمال بقول، ولذلك اوعى تفتكر ان في حد يا ربنا غافل عنه. احنا قلنا زمان ان بقول انا قيوم لا تاخذني سنه ولا ايه ولا نوم، يعني ايه بالعباره كده يعني ما هي مفتحه كده كل حاجه. فان كنت بقى انت اللي بتستغفل اللي نايم ولا مش شايفه في عمله، فاعلم ان فيه عين اخرى عين ربه مطلع عليك وهتديك الايه الجزاء.